السيناريو الثالث عشان نفضي 113,000 حاويه في الارتفاع ده محتاج امكانيات مش موجوده يمكن في الشرق الاوسط. هنضطر ان احنا نتعاقد مع حد. قال لي فورا ادوات الثلاثه سيناريو يكونوا موجودين جنبك سواء استخدمتهم او لم تستخدمهم يكونوا موجودين عشان مصالح الناس مش لعبه. البضاعه الموجوده دي نقلة البحر اللي موجوده عندك المراكب اللي هي متكدسه واقفه لازم باسرع سرعه باسرع وقت نخلص هذه المهم. وفعلا احنا اخذنا طبعا التوجيهات دي نفذنا على طول. كنا متعاقدين على طول على القماش متعاقدين على الاشياء الحاويات اللي هتشتغل الحمد لله ما استخدمناهمش لكن كنا جاهزين برضو لهذا الاحتمال الصعب.